وحقيقة عندما يعني ذكر ابن القيم الجوزي وعندما ذكر ابن حزم الأندلسي، نحن أيضا بوسعنا أن نتذكر الكثيرين من أولئك الرجال الفاضلين الذين تحدثوا عن الحب دون حرج، لأن الحب كما قال الأستاذ نجات أجمل عاطفة إنسانية عبر التاريخ كله. أنتقل إذا سمحت إلى صديق قديم لك، ربما كان زميلا لك في أيام الدراسة، وهو أستاذ لي أعتز أيضا بأنني تتلمذت على يديه، هو أستاذي الدكتور حسام الخطيب، وهو غني عن التعريف فهو أستاذ النقد. أرجو أن تسمع رأيه أيضا. إن نزار سار على القاعدة المعروفة الذهبية، كل ميسر لما خلق لهم، ولكنه أحيانا خالفها فوقع في الهوى. كيف؟ منذ البدء كان واضحا أن إبداعه متعلق بالحب، بالمرأة، بالمغامرة الغرامية، بالجنس، بوصف المفاتن. هذه هي الأمور التي طلع علينا بها في الأربعينات. وقد يقول قائل إن هذه الأوصاف والأمور التي ابتدعها لفتت النظر إليه لأنها كانت جديدة. نعم، كانت جديدة في منطوق الشعر العربي في سوريا ونسبيا، ولكنها لم تكن جديدة في منطوق الشعر العربي في ذلك الحين. أي أن نزار بما قدمه كان منذ البدء مبدعا. والناقد الذي يستعين بحبل من التاريخ، قصر أم طال هذا الحبل، لا يستطيع إلا أن يعترف أن إطلالة نزار على عالم متذوقي الشعر كانت إطلالة باهرة، أي أنه بهر الناس إلى درجة أنه يمكن للمرأة أن يزعم أنه مع مرور الخمسينات لم يعد في مقدور أي شاب أن يتغزل بفتاة دون أن يستعين بأشعار نزار. لم يكن ذلك ممكنا، أصبحت أشعار نزار الزاد الكبير للتقارب بين الجنسين. وهكذا رسالة تكفي للشاعر، يعني لتفسير سيرورة شعر هذا الشاعر. أمعن نزار في قضية الجنس وفي قضية المرأة، ولكنه ظل حائرا بين المظاهر وبين المعاني في هذه الناحية. كتب كثيرا عن المرأة، كتب كثيرا عن أوصافها، عن جمالاتها، وأبدع وبحث في التضاريس وفي الطيات وفي المناحي، ولكن مع ذلك لم يستطع أن يتوصل إلى فلسفة، إلى فكرة، سواء فلسفة نظرية أم فكرة اجتماعية في هذا المجال. وأخشى أن يكون قد أخذ هو من هذه الناحية، أي أن أكثر المطاعن التي وجهت إليه إنما وجهت إليه من هذه الناحية. المرأة نعم هي بهجة للناس، ولكن المرأة أيضا لها معنى، لها دور، لها حياة، هي إنسان. لا أستطيع أن أقول إن نزارا أنكر إنسانية المرأة، لا، ولكن يمكن أن أتهادن مع التهمة التي وجهت إليه دائما، وهي أنه نظر إلى المرأة من زاوية إما استمتاع الرجل الجمالي أو استمتاعه الحسي. يعني كانت المرأة صورة لمتعة الرجل الجمالية أو الحسية، ولم تكن شيئا بذاته. ويجب ألا يغرنا إطلاقا تعاطف نزار مع بعض جوانب حياة المرأة، أو مع بعض شواهد من الظلم الذي أحاط بالمرأة، ولا سيما تعاطفه مع البغي مثلا أحيانا، أو تعاطفه مع المرأة التي يخذلها الرجل. فهذه وقفة إنسانية لا يمكن أن يتجرد منها الشاعر، ولكنها لا تؤلف فلسفة عامة في موضوع المرأة. وها هنا أعود ثانية للاستشهاد ببواكير شعر نزار. فلست أعرف شاعرا كان واعيا لموهبته ولما يريده منذ البدء مثل نزار، على الرغم من أن نزار لم يتقيد بذلك فيما بعد.
ها هو يتحدث عن نفسه وعن الجنس فيقول: هو الجنس أحمل في جوهري هيولاه من شاطئ المبتدا، بتركيب جسمي جوع يحن لآخر، جوع يمد اليد، من ديوان قالت لي السمراء. وعلى الرغم من محاولاته المتكررة للخروج من نداء الجنس هذا الغريزي، وهو بحد ذاته ليس شيئا سيئا، يعني علي أن أوضح هذا الأمر، ولكن في محاولته الخروج من إلى ما هو أوسع وأعرض، إلى المعنى الإنساني العام أو إلى الفكر الاجتماعي الخاص، لم يكن موفقا أو لم يكن متسقا، بمعنى أنه لم يستطع أن يكون فكرة عامة في رأيي. وهذه كما قلنا هي المأخذة الأساسية على شعر نزار. نعم يا سيدي، أنا فخور وكبير بما قاله الدكتور حسام. الحقيقة أنه قرأني جيدا وفهمني جيدا وأعطى بقية النقاد درسا في أخلاقية النقد. الدكتور حسام كان راقيا جدا وحضاريا جدا في مداخلته عني، وأنا أريد أن أضع خطين تحت كلمة حضاري، النقد الحضاري، لأن أكثر نقادنا مع الأسف يهجمون على النص بأظافرهم وأسنانهم، بدلا من أن يتقدموا إليه وفي يدهم وردة، يتقدمون إليه وفي يدهم ساطور. لذلك أشكر أخي وصديقي الدكتور حسام على هذه الوقفة العالية، الوقفة الشامخة، وأتمنى أن يتعلم منه النقاد العرب كيف يكون النقد حضاريا. ما تعليقك على حكاية المسألة الفلسفية التي أشار إليها؟ قضية أن نزار لم يستطع الخروج إلى فلسفة حول المرأة. يا سيدي قلنا هذا الكلام سبق أن ناقشنا. نعم المأخذ. طب إذا كان يعنيني دائما أن أحل القضايا الحاسمة والراهنة. سبق لي أن قلت أنه المرأة كانت صداعنا الجنس، أو الجنس كان صداعنا بصورة عامة. نعم. فأن أدخل في التهويمات الفلسفية لا يقدم للقضية أي شيء. أما هذه النظرة فقد اختلفت بعد ذلك اختلافا كبيرا. فالآن يعني من 5 سنوات صار عندي قصائد أخرى تتناول أشياء أخرى لا علاقة لها بالإطار المادي للمرأة. أنا منذ أيام لندن 1955 كنت أبحث في أي حوار مع المرأة عن الذكاء، كنت أبحث عن الثقافة أيضا. لأول مرة أنا كنت أول شاعر في العالم العربي يستبدل كلمة يا حبيبتي بيا صديقتي. يعني أول كانت المرأة كما نعلم هي عبارة عن منسف رز، ثم تحولت إلى وردة، ثم تحولت إلى صديقة يستطيع الإنسان أن يذهب معها إلى المسرح، أن يجلس في كافيتيريا دون أن يأخذوه إلى النيابة العامة. يعني ليعذرني الدكتور حسام، وأعتقد أنه يفهم التطور التاريخي لموقف الشاعر من المرأة. يعني نحن في الأربعينات كنا ننظر إلى المرأة من ثقوب الأبواب. صحيح. كنا نخترعها اختراعا، لم يكن متاحا لنا أن يعني النص اللي قرأه من قالت لي السمراء الدكتور حسام نص جيد جدا، لكن بالأربعينات ماذا؟ لم يكن هناك مرأة في حياتنا أطلاقا. صحيح. كنا نسرقها من ثقوب الأبواب. إذن الموقف من المرأة يتطور طبعاً. وأنا يعني سأقرأ هذه الليلة قصيدة اسمها حوار
مع امرأة غير ملتزمة تؤكد الموقف الجديد لي من المرأة التي يعني أنا الآن لا أستطيع أن أقيم علاقة حب مع امرأة تعيش حالة أمية سياسية صحيح. أو أمية ثقافية صحيح. أنا لا تعنيني المرأة الخارجية عن الكوافير الآن إطلاقا أو الطالعة من حوض السباحة. هناك اليوم عصر نعيشه، هناك تاريخ، وأنا أرفض المرأة حين تكون خارج أسوار التاريخ. رائع، جواب ممتاز جدا يا أستاذ زيزار.